مع قواتنا مع عدد كبير من القادة. ماذا عن هذه الزيارة ورسائل تحديدا هذه الزيارة؟ يمكن مرات القليلة بنجد رئيس أركان حرب القوات المسلحة موجود في هذه المنطقة. شوف حضرتك اتفضل. يعني الأول شيء خلينا نشوف الفيلم على بعضه اتفضل، وبعدين هنمسك حتة معانا يا فندم. وأنا كلامي عشان من البداية نبقى عارفين، أنا هتكلم كما لو كنت بحلل من وجهة النظر الإسرائيلية. إسرائيل بتبص للزيارة ازاي؟ للزيارة دي ازاي؟ أي فندم. ودي اللي أنا هتكلم فيه، أنا بتكلم في أسس علمية فن استراتيجي لا يختلف عليه اثنين في العالم كله. فن الحرب أو الفن الاستراتيجي فن واحد، قد تختلف اللغة ولكن هو في النهاية ليه معنى واحد. ولذلك بنسميه ايه؟ علم وفن. علم لا يختلف فيه اثنين، فن بتختلف بقى ايه القدرات بتاعة تطبيق هذا العلم. فمن البداية هنشوف الفيلم مع بعض، مع بعض، وبعدين نمسك لقطة لقطة نحللها كما لو كان الطرف الآخر هو اللي بيحللها مش احنا. كويس، مع بعض. اتفضل يا فندم نبدأ. اتفضل يا فندم. ده زي ما احنا شايفين قدامنا. أيوة. هنا في هذه النقطة احنا عايزين الفيلم كله حركة مع بعض شغال. وبعدين نمسك حضرتك تتكلم واحنا حضرتك بتتكلم. أيوة. شغالين. أيوة. يعني ده اللي احنا شايفينه، ده العربات المدرعة والقوات المدرعة بتاعتنا اللي موجودة على خط الحدود. هنا السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة واقف، معاه القادة موجودين. معاه السيد رئيس أو قائد الجيش ونائب رئيس هيئة العمليات، رئيس الاستخبارات العسكريه، قائد قوات الحدود، حرس الحدود، قائد قوات حرس الحدود، قائد القوات الخاصه. كل دول موجودين في هذه النقطه على الحدود الشرقيه لجمهوريه مصر العربيه. طبعا الاصطفاف اللي احنا شايفينه ده كله دي قواتنا المدرعه اللي موجوده على الحدود مباشره. عشان اللي بيقول لي تخفيض القوات والقوات المحدوده والكلام ده، ادي القوات اللي موجوده في هذا القطاع بهذا الحجم ونوعية القوات المدرعة. أنا لما بحتاج نوعية معينة من القوات بحطها، ما عنديش أي قيود في هذا الموضوع، لأن أنا اللي بيحدني واللي بيوجهني في النهاية هو أمن بلدي والوسيلة التي تسمح لي بتحقيقه. فأنا بتخذ القرار طبقا للمهمة والهدف اللي مطلوب إن أنا أحققه. عظيم. فأدي قدام منا دي الصورة دي. هاي. عايزين نتحرك. بيتحركوا هم. ده خط الحدود الدولية. أيوة. السور السلك ده اللي على الحدود. اتفضل كمل. كمل. اي فندم. طبعا القادة بيتكلموا وبيبصوا الناحية التانية. نعم البحر اهو. خلي بالنا اللي هنا ده. النقطة دي بالظبط التقاء خط الحدود الدولية اللي هو النقطة رفح اللي بينزل منها الحدود لحد في طابة بطول 220 كيلومتر من البحر المتوسط. من البحر هنا المتوسط لحد طابة في الجنوب، من العلامة واحد هنا دي العلامة. أيوة. واحد. أيوة. لحد العلامة 91 بطول 220 كيلومتر، منهم 14 كيلو مع قطاع غزة. أيوة. هم دول اللي محور صلاح الدين، محور صلاح الدين اللي هو شرق الحدود المصرية الفلسطينية مباشرة. عظيم. يبقى هنا في أول النقطة رقم واحد. أول النقطة رقم واحد احنا شايفين دي العلامات اللي هو الخرسانة. اللي على الحدود ده البحر بتاعنا، بداية الساحل. أيوة. الشمالي بتاعنا، وعلى فكرة أجمل شواطئ العالم. صحيح. هو امتداد من أول رفح هنا لحد السلوم، يعني إن شاء الله يعود السلام ويعم ونشوف بقى جمال هذه المنطقة وجمال الساحل الشمالي نتكمل. بتاعنا. فضل يوسف. فهنا آدي قائد الجيش بيتكلم وبيشرح. نعم. سيد نائب رئيس هيئة العمليات، سيد رئيس. نعم قائد الجيش. الأركان. أهو يا فندم. كل القادة معاه. أي فندم. هنا بقى فين؟ هنا ارجع يوسف، ارجع شوية. ماشيين في اتجاه الجنوب. ده شوية. السور أو الخرساني. نشوف اللي السور بيننا الأول. وبين الناحية التانية، وهنقول ليه وإيه لازمته. وده هم ماشيين على خط الحدود مباشرة. ارجع شوية، ارجع شوية، ارجع شوية يوسف معلش. قدام منا. ارجع شوية. القادة كلهم ماشيين. هنا يا فندم. أو ده خط الحدود مباشرة. ده خط الحدود مباشرة. أيوة. عظيم. مفيش بين، لا يحجبنا ده، مفيش المسافة صفر. أهي. تمام. الناحية التانية. البيت ده جوه هناك. أفندم. البيت اللي هنا ده. ده الناحية التانية. الناحية التانية. ده في رفح الفلسطينية. الناحية التانية في غزة هنا. أيوة. أيوة غزة. قطاع غزة، لأن إحنا